في عبو شخص معمولهان سياسة هان أرادات كحتى يدري حق يستكدع إنه يعني هسوي وش غيري كسي أو ويد كاركاي حتى جراد كني لتشو في سياسي والله كحيستي قروا لقي وحال الدنيا ما دام المعمول اللي هذا خاطر الله سوين كريم إن توس ديجان كان ببعض الله سكنه وهو يحنا هذا بنتلا ما دام ديجان كيور سنجري ستوس أستغو مقالة قروا يا محمد صلى الله أنت كلي كم غردو حي ديجان ربعات ديجان ربعات أنا دار ودني بالبوك هم قرأت كلي نيلت شو جينا والله كحيسني وكجرو وشو أنت تكل أنا واقوي حتى كوي قرط دجال واقوي هالك هذا سوتشي واقوي اسم ماذا إيو نبان كهالك كا نغمكو أي كود قديني ينجرو وهاي هاي فرصة هي جيم وراكسن وهي عيارين نبان حسي هذي قرشدو شغيلس حد بحش سدا وتهلي با إلى هاي مرق ورنا أكلوه روحي روح هذه شيء وحياة واحد ترى اللوتش قال سلوا ذكرني ونحطها تفسيره بهني بنت الآن ينيك الدين اللي إلى هذا وهاي كيف فايدستين خلافكي بالشدة هي حكومة السوكر نحكر سيصدق حميد قبل قال قوم عمري بيشاس وكيف فايدستي تدك الشعب كاي إجدي كيم اللي تريس سياسة هذه الصومين ليه سؤال لري موسى وكسم يمشى اللي هذا الله صانوت بابن تولى كفاين الله بدر نعبو كفاين فرس سوي سو كلي هي كرسي جيسة إنك معرين الله صومين لكن وكفاين ديستكو وكفاين ديستبن تولى واحد اللي يراه ذو إن تارو لقوم مديو أو قبل كاس حرتني ما لقوه أسكر والله قصار السؤال ما كوف جوريستين فرصة دار السوين أكسن بجيم كاوي يعني أنا كم شرط أي تيم كدني اللي هذا سفي عم بكبداس مصب بحقوق بتشين يحكم الدين فرصة دا أكفر السنة طالسة هاي تمت هاي القرارات كيم اللي تري السياسة دي أكن عايم قادر الله سعر اللي هذا وهيكون في هذه استندرا عم اللي تري إن إذا مدي الشمال اللي أنا إجروا كلاري كوش عبد الله كارو الله قصوا عير صدم مال طبق الشعب كها أي غريها وقاطها إن جروا اللي قفوا جيو إذا ما دي سؤال لا يديكار ما شرته وهاي هاي الميلتري هان سفي عم بوشريس ما مولهان سياسة هان أرادات كحتى يدري حق يستكدع إنه يعني هاسين ويش غيري يسي أو ويد كاركاي حتى جراد كذي لتشو في سياسي والله كحيستي جروا لقي وحال الدنيا ما دام ما مول إلى دخاتم الله سوين كريم إن توس ديجان كان ببعض الله سكنه وهو يحلي رادو بنت له ما دام ديجان كيور سنجري ستوس أستغو مقالة القروي يا محمد صلى الله عليه انت كلي كم غردو حي ديقان ربعات ديقان ربعات انا دارو نبالغو كيو قرأتك كلي نيلو تشوغينا والاك حيستيو كيقروي تشوغي انت تيك لنا واكوي حتاكوي قلب دقال واكوي هالكاك سوجيست واكوي اسم مضا ايو نبان كهالكا كا نغنكو اي كوو دقديني ينقروي وحايا حيت فرصة هي جيم وراكسن وهي عيارين نبان كهالسي تقرأ شدو شغيلس حد بحش سدا وتهلي با إلى هاي مرق ورنا أكلوه روي اللي سياسة دوكو تلقل ما قارباني إلى ياب ولا ولا مصبح ود تغيري جل تغيري دا أنا ما هاي نسلان عن قواء نسلان ما هاي نسلان نسلان تي سما ناس نسلان تي دا ما هاي إنا كي ما هاي أنا إنا كي سما ما هاي تكان شيركم أنا الله هاي أتيك سياسة دو ميل ميستك اما بروتيكال انترسن نقضو اما انترسيك لا بها نقضو لكن واحد كومن انترس ما نقدر حي مصبي او اقرن كان حدي فرصتي شلي اي بنت لان كان فايديستي الى هي انغا مركل غانت ان سوغلي وانغا حقي ميتين اون نمنك كي غوبلك غرادلي كايستي اي وسنغلي سوسكي اي دول بهانت كو دغالمي اي عيدان كي ميليتري نغا ادكادي غوج عادين كني غرو كسو فغي حدي اي قاب كاس قاب كي يغو خودين دني اي لي اي تيمد كو بدي او اه مانتيني نو ييغا لفتودي سبورت غري كار ما دام اي سو هيا ديك غرو ييغا لفتودي قيبت ييغو سيستم كاس دي دين لا دغالميسا اينو دبر كتابك انغو اينو مغالدي لا سنه ميليتري اها كو غلي سياسي ولا غيشين كرام كان ماشي قبطه سياسيين يقول يقول هذا اليوحس ومرضم من التريهان إن إذا مده هالكودي اللي قوي عليه لا سعرد قاران
garowga dusheeda la geeyo, weliba saad iyo saarad wixii la siin kara jimcaaliya tiimkiisa la siiyo. Waa fursad ballaadhan oo Somaliland dhinaceeda soo martay. Haddii aan taa laga faa'idin, waxay inoo sheegaysaa bashi labaad oo xukuumadda biixii ay weli ku dhex jirto ii horey lagaga faa'idaystay gobolka ku dubay ee garaadka keliya hal lagu kaxaystay, in maantana fursad kale intay dayacaan ay dhiiqi kara cagaha la geliya. Tomorrow waxba kuma aha in Ilaahay haddana dhinaca kale u dhigo oo nimankaasi heshiiyeen oo hubka garowa laysku garaacayo ritual gooja cadde lala soo dul istaago adiga lagugu garaaco. Kama qalay warlay ma lagu warrabay in Cali la dilayo cumar la dilayo oo dhiiqulqulay oo dhagari taalo. Haddii aynu noqonay habaal mas-uulan dad aan fakiraynba oo nidaamkeennu u noqday nidaamkaas dadka imika hadda taageeraya aad arkaysa hadaa lahjada ku hadlayn ba madaxtooyan lagaga hadla felidii sheegi maayo cidda tala siinaysana waa dad maatic iyo maxas. Marka qaarood baa lagaala hadlaya, mar waxaa lagaala hadlaya dhulbaanti waa walaaladiin, haddana madaaficiin baa habeenkii lagu qaraaca, mar waxaa lagaala hadlaya musabixi da wuxuu joojiyey dhaqaale iyo wax la cuni jiray. Yani maxas iyo maati waa meesha gasha dad istraatijiyad wax ka yaqaan maaha, dan fursadaha siyaasadeed iyo militariya imanaya sharixi kara maaha, uu fahmi kara dad kabaasitigaale maaha waxaa meesha jooga. Afci gashay maraysaa fursadii weli amaa ku taala nima khubaraa militari ah baa inta ogaalkayga u tegay musabixi hor dhigay waxaanad kala hadlay waxba kalamayso gacmo maran bay kala sumay. Marka adeer amusa jeclow ama necbow taasi waa kayska kale. Laakiin Somaliland guulaheeda iyo sharafteedu waa mid inoo wada taalla, kuma xidhna musa jacaylkiisa nacaybi, kuma xidhna taageeradiisa iyo beera taageere, kuma xidhna. Waa in aanu yeelanaa aragti midaysan oo ah qarankan Somaliland fursadaha hor yaalla, marba cidda joogta haddiisan ka faa'iideynin in lagu canaanto, in la tuso, in lagala hadlo, in la tuso weeye oo lagala hadlo oo lagu qayliyo. Oo haddii dadkii meesha ugu galay ee wuxuushiga waxba ka qaadan waayo, in dadkeenu wax faasinay arrintaa kor u qaadaan oo shacabka dareensiiyaan inaan nidaamkan iyo maamulkan uusan meel laba socon. Waana taa ogaataa, waan ogahay si aad u fog baan ula socda arrimaha. Waxaan ogahay fursadaha haddeer aynu ku wada hadlayn ee danta qaranka ee fursadaha qaranka hor yaalla ah ee dib soo celintii gobolka iyo geeyis in la geeyo calankii towxiidkii lahaa halkii uu markii hore u joogay ee aynu ka hadlayno inay kaga culus tahay oo isaga kaga daran tahay oo isaga uu priority-ga siinayo arriyaro maynar oo gudaheena taarba la qaatay olada garhays baa buuqi doonta ciidamada ee haddii alla idmo waxa weeye dagaalkaas adoo